عارف الحقيقة اقول لك ايه ما تقولش حاجة وانا قارية في عينيك كل اللي انت عاوز تقوله. قريتي ايه؟ قولي اعترفي. حضرتك صاحب البيت واحنا اللي ضيوف عليك. يا سلام طبعا. يا سلام سلم اتكلم. معايا مهرجان من نجوم مصر، يعني من مختلف الاجيال، جايين يقولوا كلمة حب للفنان الكبير فؤاد المهندس في ساعة صفا. طيب هم هيقولوا كلمة حب، انا اقول لهم ايه؟ هل حقا غضب عليه والده كثيرا بسبب امتهانه للفن؟ هي قاعدة في اول صف وقاعدة في اول كرسي وحضرتك شايفها. هي بصت لقيتني قالت لي انزل يا ولد. رحت البابا لقيته بيشرب الشاي، قلت له بابا. قال لي نعم يا حبيبي. قلت له الواد اللي جه ده بيقول لي يا ابن الكلب. كده على طول. طب انت يا استاذ فؤاد تاكدت ان ما حدش عمره قال لماما خالص انك اتجوزت؟ لا تاكدت. قال لها خالص بعد قصه الحب دي ما بدات واعلنت انك انت اتجوزتها، هل ام الولاد كان ليها اي رد فعل او موقف؟ الله اكبر. طبعا طبعا. في استاذه جامعيه دكتوره في الجامعه، اقول اسمها ولا فاطمة. هتقول فاطمه. هو ده الكلام. خرجت بشنطه هدومي وسايب البيت الى لا رجعه. بعض الاقلام حاولت انها يعني تتدخل بشكل غير لائق بينكو وتعكر هذا الصفو الجميل بانهم يقولوا ان التلميذه تفوقت على الاستاذ. ما كنتش اسال على الحاجات دي خالص لان انا عارف انا لغايه فين. وهي لغايه فين. اصله حقيقي حاجه كبيره كبيره قوي. هل حضرتك عصبي فعلا؟ عند العمل محدش يقدر يتنفس. ايه المواصفات عشان الواحده تشعر انها تصلح ان تكون نجمه كوميديا؟ رجليها لازم تبقى حلوه كمان. الله عليك ما شاء الله، لازم تبقى رجليها وخصوصا لما تلبس شراب في ليه اسود وهي بيضة. مش ممكن. لا تقاوم. الله عليك. مين يضحكك على المسرح اكتر؟ مفيش حد. لا ليه ما بتقفش مع الجداد وتقدم شيء وتاخد بايدهم ويبقى تواصل مع اجيال ما عندهاش موهبه؟ اعمل بيهم ايه؟ هل كل الاجيال ما عندهاش موهبه؟ ما عندهاش. كل الاجيال ما عندهمش. اعترف بفشلي في السينما. انا ما حبيتهاش. عدسة. وعمالة تيجي من هنا تودي هنا تودي هنا. لا بص الناحية دي. لا بص الناحية دي. لا 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 لا. نبدأ بقى يا أستاذ فؤاد حلقتنا النهاردة، واسمح لي إنها تكون حلقة مختلفة عن الحلقات السابقة لأني هبتديها لا بالأرشيف ولا بالفاكسات ولا بأسئلة من صفاء، ولكن بضيف انت بتحبه وعزيز عليك وما حبيتش اجيبه على الشاشة لاني نفسي اعرف رد فعلك المباشر وهو بيحكي لنا الحكاية. مين بقى الضيف؟ ضيفنا يتفضل. مزيكا كارمينا بورانا. اهلا 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 محمد. اهلا. يا سلام على حرارة. أهلاً. اللقاء. اهلا يا محمد. اهلا الابن والاستاذ. انت اللي وحشني. انت اللي وحشني. ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ؟ كل سنة وانت طيب. ازيك يا حبيبي؟ ازاي صحتك؟ ربنا. ازيك انت؟ الله يخليك. اقعد تعالى هنا. اتفضل. ايوه طبعا الاستاذ عشوب منتج دلوقتي سينمائي ويعلم ان الميكروفون تحت رجله بالظبط، لو شال رجله هيلاقيه. اقول لك سر عظيم جدا. يا ريت. يعني محمد ده اولا متربي عندي في البيت. يا سلام. والله. يعني كان اصغر من كده مش بكتير، يعني بشويه. بس اتربى عندي. يعني ضحكنا مع بعض. ونمنا مع بعض. وقمنا مع بعض. وكنا مع بعض.
ومثلنا مع بعض. كل حاجة أنا عملتها كان بمشاركة محمد عشوب. بس بقى أستاذ فؤاد، أنا شخصيا عارفة العلاقة الوطيدة والقديمة اللي بينك وبين بعض، لذلك كنت مصرة إن محمد عشوب يكون معنا في الاستوديو. وعلى فكرة أنا اشتغلت معاه كمان، يعني عمل لي مكياج في مسلسلات وحاجات. طبعا ده شرف كبير لي. حبيبي ده أحلى مفاجأة. أي والله أحلى مفاجأة. وهو كمان دكتور في حكاية التشويه والشخصيات اللي كان عمل لك حاجات كتير. طب فاكر ذكرى؟ متعلم يا أمي، متعلم. تلميذك يا أستاذ، تلميذك يا أستاذ. أنا مرة على حكاية التشويه دي، أيوة مرة كان في فنانة شوهتها كويس، فكان في كلاكيت حسين عرعر فخارجه، فبصيت قال لي يا استاذ عشوب يا مشرفنا يا مشوه ممثلين مصر. قلت له يا ابني دي توقف حالي، دي كلمه توقف حالي. طبعا انا بس انا عارفه ان انت ليك كده مقالب كده مع الاستاذ فؤاد. لا مش مقالب، هو طبعا هي يعني تحكي ولا احكي انا؟ لا انا طبعا الاستاذ فؤاد بالنسبه لي هو الاب الروحي. الاستاذ والمعلم والاب، تجدي فيه الحنان، تجدي فيه الطيبة. يعني هقول حاجة، يمكن أنا علاقتي بالأستاذ فؤاد زي ما قال كده، اتربيت في بيته فعلا. سواء كان في تصوير سينمائي، سواء كان في شغل مسرح، قاعد معاه، ما بشتغلش حاجة تانية. أنا ما بشتغلش، لا والله يا أستاذ فؤاد، يعني فعلا ما بنشتغلش غير معاه. كنت أنا طبعا وأستاذي الأستاذ حمدي رأفت ربنا يديله الصحة، فكنا قاعدين الأستاذ فؤاد يشتغل نشتغل، ما يشتغلش إحنا قاعدين معاه. فكانت العلاقة الأستاذ فؤاد مثلا في التصوير، ساعد ما يحصل بريك ويجي الغدا، قبل ما ياكل عشوب يا حمدي كلتوا يا أولاد، قسما بالله. هذه العلاقة اللي تبتدي من الإنسان أكتر من الفنان. يعني الفنان لابد أن يكون إنسان، وإن لم توجد الإنسانية بداخله لن تجدي منه أي فن. فبداخله إنسان وأب، وعمرنا ما يكره الغم بالبلدي، هو يكرهه فعلا، يكره الحزن، يكره الزعل، يكره ان في ناس اتخانقت مع بعض او صوت عالي. صوت عالي بالضحك ماشي، اضحكوا، انما صوت بالزعيق، صوت بحاجه لا 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 تلاقيه كهرب وممكن تبقى سنته سودا اللي عمل المشكله. هو ده. انا بقى ذكرياتي مع الاستاذ طبعا كثيره، بس طبعا كانت بتبقى بدون قصد. يعني انا جيت في مره انا عايز ابقى خدوم برضه، اخش الجراشة عندي، كل ما اخش الاقي واحد يظهر ما كانش بيشوفني قوي بس يحس، او حد بيغمزه ويقول له محمد عشوب دخل، يا استاذ محمد يا استاذ محمد. ابص الاقي رجل وقور بطربوش في زمن العدم يتفيد طرابيش. قال لي يا استاذ محمد ارجوك لو في حد يعرف قيمتي اسوق له يا ريت. استاذ فؤاد طول عمره يكره سواقين الشباب، يقول لك دول بيفرتكوا العربيه ووضعته مشوار ما يجيش غير تاني يوم. فانا عايز حد يفهم قيمه السن. فقلت له بس جيت الاستاذ فؤاد قلت له جبت لك سواق النحاس باشا. قال لي فين؟ عايش لسه سواق؟ قلت له ده لا وجميل. قال لي هاته. جبته له اول يوم يسوق الاستاذ فؤاد، كنت انا فاكر بنصور اول يوم في شنبه في المصياده. حلو. فكاميرا 10 الصبح قاعدين، بقت 8 بقت 9 بقت 10، الاستاذ ما جاش. فجي المرحوم المخرج العظيم الراحل الاستاذ حسام الدين مصطفى، قال يا اخوانا اتصلوا بالاستاذ في البيت شوفوه فين. فكلمنا في البيت، ردت السيده الفاضله مدام شويكار قالت ده نازل من 8:30. 8:30 جرينا على السواق اللي انت جبته طبعا. طبعا هو اللي معاه. احنا كنا بنصور في شقه في عابدين، فروحنا ندور لقينا في ميدان عابدين زحمه، كان في ترماي بيعدي. ايه يا اخوانا؟ قال لك الترماي خبط عربيه الاستاذ فؤاد المهندس. طب الاستاذ فؤاد فين؟ قالوا ده يظهر ودوه مستشفى المعلمين، اقرب مستشفى بعد كوبري قصر النيل. جرينا على هناك، انا تراجعت شويه، خفت. الناس كلها دخلت، جايب السواق، الناس كلها دخلت. فانا سامعه بيقول ايه، هاتولي عشوب. فين عشوب؟ انا قلت يا نهار اسود، عشوب اللي كان سايق الترماي فين؟ فاهم. المهم قالوا له في ايه عشوب، عمل ايه؟ قال لهم جاب لي سواق، اول ما ركبت معاه حسيت اني اتخطفت، حط رجله على البنزين والعربيه جريت. انا مش فاهم بيجري ليه. جينا لقيت الترماي بيعدي وده ما هداش. قال له على مهلك يا علي. ما ردش. بالراحه يا علي، ما ردش. هو فرحان ان معاه الاستاذ فؤاد المهندس. لا هو مش فرحان، هو اتضح ان علي لا بيسمع ولا بيشوف كمان. قال لك ما جايب عشوب. قلت له يا استاذ انا والله
يعني طبعا ما ما اقصدش انما هو حب. لا طبعا ما اقصدش اكيد. بمناسبه السواقين. ايوه يا باشا. انت عارف ان انا يعني علاقتي بيهم علاقه ما هياش قوي وطيده او كانت زمان مش قوي. بالظبط. دلوقتي انا عندي سواق يعني مريحني الحمد لله. اسمه ايه؟ علي برضه. لا ما اسموش علي، اسمه رؤوف. اسمه رؤوف وانا مسميه لمعي. سبحان الله. وهو مسمي نفسه توماس. ما شاء الله. ده حاجه جميله. بيدلع نفسه. بيدلع نفسه. واحد صاحبنا عزيز عليا قال لي ابعت لك سواق من عندي، ما حصلش. وبعدين يعني اللي هو قلت له ابعته. فبعته. انا كنت بعمل كلمتين وبس. ورايح من عندنا من الزمالك رايح على الاذاعه. كويس. فقلت له يلا. كان اسمه رمضان. قلت له يا رمضان يلا يا رمضان. قال لي حاضر. قلت له احنا وحياتك احنا ماشيين راجل مبارك ناخد نشتري الاهرام. قال لي حاضر. الجريده يعني. رحت. رحنا. انا قاعد براجع في السكريبت واندمجت قوي فيه فما حسيتش بالمسافه. انما برفع عيني لقيت نفسي ان احنا جنب مينا هاوس. في الاهرام. انت قلت له جبنا. ايه يا رمضان احنا في مينا هاوس. قال لي مشيتك قلت لي هنشتري الاهرام. قلت له الاهرام يا رمضان هشتري اهرام الجيزه. ده معقول؟ طيب اشتريت اهرام الجيزه هنحطه فين؟ او اشيله ازاي طيب؟ فعلقت بالسواقين يعني علاقات حميمة. ما شاء الله. حميمة قوي. حميمة. يا ريتك كنت اشتريت الاهرام بتاع الجيزه برضه. لا وانا مره ليا ذكرى تانية برضه مع الاستاذ. ذكرياتي كثيره مع الاستاذ طبعا مش هنذكر كثيرا. لا انا عشان ما ارهقوش. احنا ما صدقنا تجيبك. ما احنا عارفين. فكان ليا صديق يا دوب اتخرج من كليه طب الاسنان. مش لاقي يشتغل. فقال لي يعني عايزه يعني تع فنانين حد يعني يشيروني. جيت للاستاذ فؤاد قلت له استاذ فؤاد. قال لي ايوه. قلت له اسنانك. قال لي مالها. قلت له هتبقى اسنان ليلى مراد. قال لي ازاي؟ قلت له في الدكتور اسماعيل ده استاذ طب الاسنان وفظيع وممكن يجي لك البيت. عشان اشجع الاستاذ. قال لي هاته. خد اسماعيل الشنطه ورحنا البيت عند الاستاذ. ركب حاجات زنت وحاجات دارت وحاجات وبعدين خبط على الدرس. قال له ده بيوجع يا استاذ. قال له ايوه. قال له لازم نخلعه. الاستاذ مطيع. قال له اخلعه. الدرس لما بيوجع ممكن يوجع بقيه السنان طبعا. لقيت الاستاذ داخل عليا تاني يوم فين عشوب ومسك بقه. قلت له خير يا استاذ. قال لي خلع السليم. ايوه انا فاكر ده. جينا بره في فيلم الاستاذ حسن الصيفي كنا بنعمل والاستاذ انتبهته حاله برد. وتعب سخن كده وبتاع. فالمهم مدام شويكار قالت لمحمد خليك مع الاستاذ يروح البيت وعبال انا بخلص تصوير. فانا ركبت مع الاستاذ خدته في حضني. سخن. روح على البيت. فبيقول لي بردان. لميت كل البطاطين واللحفه اللي في البيت وغطيته بردان. رحت جايب قربه مليتها ميه مغليه وحطيتها على دماغ الاستاذ. عبال ما جه الدكتور كان الاستاذ حرارته بقت 60. الدكتور قال لك شيل تلج ميه ساعه. ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له الاستاذ بيقول لي بردان. قال لي بردان ايه؟ انا بعيد عني عشوب عشان الحراره. على ايه؟ ما هي قاعده ان الحراره لما ترتفع يبقى الانسان يعني يبقى يحس الواحد بالبرد. ببرد. فلازم يتحط بالعكس. ما شاء الله يا عشوب. انا حبيت ان انا ثقافتك الطبيه كويس. لا لا كنت لازم اطلع دكتور. طب استاذ فؤاد طبعا ربنا يديله الصحه. بس هو عزمك على اكله فته كده لذيذه في لبنان يا عشوب. لا في اليونان. في اليونان ولا في لبنان؟ لا ده احنا في اليونان. كنت في كنا في اليونان. و ما على بال ما الفته جات لنا بقت في لبنان بدل اليونان. وصلت المعلومه. لا ده احنا كنا في اليونان وجي علينا مولد سيد الرسول عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. ففجاه مدام شويكار قالت لا 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 هعمل لكم اكله. ده احنا مولد لحمه مسلوقه. نزلت جابت لحمه. انا ما اعرفش سلقت اللحمه فين وجابتها
وفي الاخر عملت فته جميله قوي، فاحنا بناكل فالاستاذ فؤاد قال لها حلوه الفته يا جوجو، انت عملتيها فين؟ في لقيتي حل؟ قالت له لا انا عملتها في الحوض. ازاي في الحوض؟ اتصرفت الست كترخيرها يعني. كترخيرها. المهم يعني المناسبه ما تعديش من غير فته. طبعا يعني انا 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 سعيد بهذه اللحظه الجميله اللي حضرتك يعني كنت سباقه بالفضل انك انت خليتيني حضرت ان انا اقبل ايد الاستاذ واطمن عليه. الحقيقه الولاء والوفاء ده بقى نادر يا عشوف. لا لا بصراحه في هذا الزمن انا كنت بكلم مع الاستاذ فؤاد من فتره بقول له فين زمن الفن الجميل؟ فين الافلام الكوميديه اللي احنا فعلا بنتندر عليها؟ قلت له لسه بقول له انا لسه بتفرج على قناه الافلام في الاي ار تي. حقيقه اولا انا بشكرك في هذه اللحظه ان احنا فعلا بشكرك فعلا لانك فعلا بتحيي الزمن الفني الجميل. هذه القناه بتحيي لينا زمن الفن الجميل ان احنا فعلا بنشوف ذكرياتنا الجميله وبنشوف اعمالنا الجميله وبنشوف افلامنا الجميله وبتشوف اسمك وانت لسه صغير ومحدود لسه صغير مش اسمي مساعد. انا عارفة والله يا مدام صفاء انا بحس باني لما بكون في رحاب الاساتذه الكبار دول بحس بالفخر. بقول هقول لابني ان افرح بابوك لانه اشتغل مع هؤلاء العظماء. صحيح. فعلا لان النهارده انا لا مؤاخذه مع احترامي للافلام الكوميديه اللي بتتعمل او ايا كان انا بقول الاستاذ هو الاستاذ لما بشوف لسه بحكي له بقول له فيلم مطارده غراميه الاستعراضات والاغاني اللي اتعملت فيه فيلم شنبه في المصياده فيلم اخطر رجل في العالم قلت له يا استاذ استاذيتك في الاداء استاذيتك في التعبير لا العفو لا يا استاذ مش العفو ده حقق والله طيح. ففعلا هذا الزمن اللي احنا بنتندر عليه النهارده ان احنا ما نقدرش نملك في حاجه غير احنا بندعو ربنا ان احنا نقول ربنا يديله الصحه وربنا يخليه لينا ويخليه للعالم العربي والاحباب والاهل والولاد لان هو ده الشيء الجميل اللي احنا متعلقين فيه النهارده. ربنا يخليك ربنا يخليك يا استاذ فؤاد وكل سنه وانت طيب وحضرتك طيب وانت طيب يا حبيبي يخليك لينا يا رب. انت مش عاوز تسال الاستاذ فؤاد سؤال قبل ما تقوم؟ والله انا يعني مش عايز اسال استاذ انا عايز اساله سؤال عايز اقول له يا استاذي انت محتجب عن الناس وعننا ودي انا سالته فيها كذا مره مش عارف هل دي حاله قرف هل دي حاله ابتعاد عن الساحه بهذه الصوره مش عارف انا عايز اقول له يا استاذ احنا حتى مش لازم افلام ده لقاءات يعني نرجوك لقاءات كلمنا نسمعك احنا لا نرجو غير ان احنا نسمع صوتك صحيح هنسمع صوتك كفايه علينا نشوف رؤيتك بتهل علينا كفايه علينا فطبعا يعني الواحد بيفرح بده وبساله بقول له يا استاذ ارجوك يعني اعتبره رجاء مش سؤال انك انت ما تبخلش علينا بظهورك احبابك والناسك والاهلك وما تقعدش لوحدك احنا جنبيك كلنا عيني يا محمد ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك يا استاذ ربنا يخليك ميرسي يا مدام صفاء شكرا لمحمد عشوب المكير اصلا الكبير دعنا نقول عليك ونقول المنتج السينمائي ايضا ولاعماله التلفزيونيه الحديثه نبارك له مقدما ان شاء الله بالتوفيق وعلى وعد بلقاء في ساعه صفا يا ريت يبقى شرف ان شاء الله ان شاء الله شكرا على مالك يا محمد شكرا جزيلا استاذ فؤاد ذكريات وزمن جميل واما يعني اما تفتكر الضحك ده هو الضحك غلي بقى ولا ايه نقول مفيش ضحك لا ايه السبب ليه ده احنا كانت مصر دي مشهوره انها يعني انها ضاحكه على طول الناس بتضحك شوف الذكريات قد ايه جميله وفي عز شغلكم وفي عز يعني متهيألي ان الظروف اللي مرت عليها مصر واللي مرينا فيها يعني أكدت عدم الضحك شوية ما احنا ياما مرينا بمحن واجتزناها بقوة وشعب قوي ومناضل وبيتحمل وصبور ايه اللي جرى طيب؟ لا بس زادت عن حدها متهيألي يعني احنا واجهنا النكسة بالنكتة كانت الدنيا كلها بتقول نكت مفيش اكتر من كده لا كنا الى حد ما فايقين برضه كنا لسه فايقين انما دلوقتي يعني الضغط بقى علينا كبير ففقدنا الابتسامة مش قادرين يعني كل ما نيجي يعني ده في مثل بيقول ربنا يجعله خير لما حد لا ده من زمان احنا بنقوله ما عرفش ليه
ما هو يعني احتمال ان احنا كنا بنبص لقدام، كنا حاسين كنا حاسين اللي هيحصل. استاذ فؤاد، طول عمرك بترفض المسرح السياسي الرمزي وما تحبش تدخل مثلا قضايا سياسية ساخنة في نصوصك أبدا. أيوة. ليه؟ إيه السبب؟ لأن السياسة بتتغير، السياسة كل يوم والتاني بتتغير. أنا عملت مسرحية سياسة، اللي هي كانت سياسية اسمها ليه ليه كانت على النقد، النقد السياسي. كويس. دي كانت أيضا مع الفنانة شويكار؟ كانت مع شويكار. اذاعت مرة واحدة واتسحبت الرخصة بتاعتها. سجلت يعني؟ اتسجلت. مرة واحدة. مرة واحدة. وبعدين سحبوا الرخصة بتاعتها. لماذا؟ والله أنا ما أعرفش بقى. يعني سحبوها. معقولة يا أستاذ فؤاد ما سألتش وما عرفتش بعد تعبك وبعد عرضك للمسرحية تقول لي ما تعرفش؟ معقول؟ لأنها هي بتثير أسئلة كتير، بتثير أسئلة بالنسبة ليه النقد ما بيبقاش موجود؟ ليه ما نحسش بالنقد ده دايما؟ لأنه كان فيها جزء كده غريب شوية، ان اي مشروع او اي قضية او اي حاجة في الدنيا هتتعمل في مصر، ايوه، لازم يبقى لها معنى او يبقى لها اسئلة او يبقى يعني الناس فاهمة دي بتتعمل ليه او عشان ايه او الحاجات دي كلها. يعني هو ده متهيألي السبب. انا ما اعرفش. انت مش عارف بالظبط، انما انا برجح ده يعني ترجيح. طب من كم سنة الحكاية دي أو المسرحية دي كانت تقريبا؟ نعم، من حوالي كم سنة كده حضرتك فاكر؟ لا بقالها شوية، يعني بقالها شوية من أيام. طب تتذكر إيه أهم أسئلة كانت تطرحها المسرحية في الوقت ده؟ النقد. النقد على إيه؟ نقد إيه؟ على أي حاجة في الدنيا. ظروف اجتماعية، حياة معاشية، كله سياسية، النقد العمومي. طب لو عملها اليومين دول الأستاذ فؤاد، هل تعتقد الناس فعلا يعني هتتقبلها ونقدر وتنجح هذه المسرحية؟ لا مش معادها دلوقتي، خلاص مش معادها. لا مش معادها. يعني المواضيع كانت ساعتها آنية للحظة اللي كانت والقضايا اتحلت يعني. ايوه كانت في نفسها، في نفس الوقت ده. كان ممكن المجال بتاعها وطريقتها تبقى مقبولة شوية. هل المسرح السياسي له فرسان نقدر نقول يعني ناس كويسين نقدروا يعملوه او عملوه؟ والله في ناس بيعملوه، يعني انا ما بعملوش. مين يعجبك؟ مين لفت نظرك؟ يعني سمير غانم عمل مرة المسرح السياسي. سمير عمل مسرح سياسي؟ سمير عمل مسرح سياسي. كان ايه ده؟ رواية ايه دي؟ انا مش فاكرة. سمير انا مش فاكر انا الاخر، بس انا فاكر انه عمل مسرح سياسي، كان سياسي. وبعدين عادل امام كمان. عادل امام عمل مسرح سياسي. ايوه. وعمل فيها امبراطور، وعمل فيها يعني فيها حياشية، يعني عمل مسرح سياسي يعني. بس بيقولوا ان الاستاذ جلال الشرقاوي من يعني اقوى مسرح سياسي. ما شفتلوش حاجه. او تزعم الحركه دي. يعني انا ما شفتلوش حاجه. ما شفتلوش حاجه خالص. لا ما شفتش. نقف وقفه كده مع الصحافه ونشوف هيقولوا لنا ايه على الشاشه. زي بعض. اتفضل. انا ليا اعتاب بسيط جدا عندك، يعني انا مش عارف انت ليه معزول عن الناس. عمر الانسان مهما وصل للسن ومهما وصل من مراحل المرض انه ينعزل عن الناس، بالعكس يعني ده هم في الناس الشفاء للانسان،
لان فعلا لما الانسان يعني يلاقي حواليه ناس كتيره جدا بيحطوه بحبهم، وخاصه ان فنان جميل جدا زيك محبوب من كل الدنيا بحالها، محبوب من الوسط الفني، ملوش عداوات مع حد، مفيهوش مشاكل بينه وبين حد، فالناس لما تحيطك بحبها وانت تبادلهم نفس الشعور بالحب، اكيد ان اي حاله مهما كانت قسوتها من المرض او من العزله اكيد هتزول في وجودك وسط الناس، وانك انت بس تبص او تطل في وشهم وهم يطلوا في وشك. انا مش عاوز ان مرحله الانعزال اللي انت عايش فيها دي تستمر وتطول، انا عايزك بالعكس زي ما حسستنا بالامل والتفاؤل في اعمالك المسرحيه، وحسستنا بالامل والتفاؤل في شخصيتك الجميله والمرحه والحبوبه، انك انت فعلا تخرج من هذه العزله بسرعه جدا جدا وتعود الى الناس بحب، وتعيد لتمتعنا باعمالك الجميله جدا جدا، وخاصه ان احنا عايشين بيها لغايه النهارده، وخاصه ان هي بتبعث في نفوسنا فعلا التفاؤل بان بكره احسن، وخاصه البرنامج الشهير بتاعك كلمتين وبس. فرجاء يا استاذ فؤاد انك فعلا تخرج من هذه العزله وفعلا تحيطنا بحبك وبخبرتك، وفعلا تظل كما انت الاستاذ. وبعدين يعني احنا برضو مش هنعدي مناسبة كلمتين وبس كده ونعديها يعني، لا يعني انا عايز من الفنان الكبير جدا فؤاد المهندس انه يقول لنا ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية، ايه اهم موضوع اتكلم فيه من خلال كلمتين وبس؟ تاني حاجة، رد الفعل او اقوى رد فعل جه لكلمتين وبس هو الاستاذ فؤاد المهندس قالهم من خلال الإذاعة. تالت حاجة، ايه هما الكلمتين وبس اللي يحب يوجههم النهاردة لكل المشاهدين اللي بيشوفوه؟ ده انتهت الفرصة بقى، قال كلمتين وقال اسئلة وقال برنامج. ايه رأيك استاذ حسام عبد الهادي من جريدة او مجلة روزا اليوسف؟ عايز اقول انا ما يعني انا ما بطلتش اي اعمال الا لما يعرض علي اعمال احسن. ما جاتنيش اعمال كويسة علشان اعملها، ما جاتش. يعني ما عصرتش على اعمال كويسة على نص كويس عشان اعمله. وبعدين هقول لك لعلمك، لو جالي نص النهاردة هبدأ اشتغل فيه من بكرة. ولو ان صحتي مش مساعداني ان شاء الله يساعدك ربنا طبعا، انما انا هكافح ان انا اشتغله برضه. انا شايفة قدامي ما شاء الله كتلة من الحيوية، من التدفق، من النشاط، ما شاء الله ما شاء الله. واتمنى ان يجي لحضرتك العمل اللي انت عاوزه. بس انا عايزه اسال سؤال واتوقف عند الحته دي، هل الاعمال اللي بتعرض على حضرتك لا ترضيك، ولا مش الكم الكافي للاختيار؟ لان اعرف دقتك وصعوبه اختيار اعمالك استاذ فؤاد. لا، انا لا ترضيني الاعمال اللي بتعرض علي. لا ترضيك؟ لا ترضيني. لانها اعمال اقل من المستوى. اقل من المستوى. انا واخد على المستوى العالي. الحلو. اللي بيحبه الناس. ايوه. والجمهور يسعد بيه. ايوه. ده مش موجود. مش موجود. لان المؤلف مش موجود. ما عندناش دلوقتي مؤلفين. يعني تشعر لحد إن... معلوماتي ما فيش. استاذ فؤاد، انا ملاحظه ان كل اللي طلعوا او كل الضيوف اللي كانوا على الشاشات وحتى المنتج عشوب لما جه، كل الناس بتتكلم على غيابك الاجتماعي. بلاش سيبك من الناحيه الفنيه، انا عارفه انك بتحب تعيش حياتك في هدوء، ولكن الكل مفتقدك كحياه اجتماعيه. يعني ناس كتير بيحبوا تواجد فؤاد المهندس في وسط الناس، ولو بالتليفونات ولو بغدا مع زملاء، ولا في ايه؟ انت اول بتعيش حياتك ازاي؟ يعني ايه مش متواجد؟ يعني انا عايز افهمها، يعني ايه مش متواجد؟ يعني يقال انه حتى يعني ممكن يسالوا عليك بالتليفون ما تردش على التليفونات، ممكن حد يدعوك على عشاء او على غدا او على حاجه ترفض.
انا عارفه ان ليك طقوس خاصه. ايوه. وبتعيشها طول اليوم. ايوه. خلينا ده كلام مظبوط. خلينا نفهم الجمهور في برنامجنا ساعه صفا، طقوس فؤاد المهندس ايه؟ حياتك بتقضيها ازاي؟ ومع مين؟ حياتي بقضيها مع اولادي. اولادي بقضي احلى اوقات معاهم. وبيسعدوني بكل اللي بيقولوه. وانا بنسعد بيهم قوي 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 قوي. يعني عندك احفاد استاذ فؤاد؟ عندي احفاد. مين بقى ابرز شخصيه في احفاد فؤاد المهندس؟ عندي عمر المهندس. عمر المهندس. عمر المهندس ابن محمد. عنده كام سنة بقى؟ نعم؟ عنده كام سنة؟ هو دلوقتي بقى عنده 9 سنين أو دخل في العشرة. في حد فيهم كده عنده ميول فنية، فنان، كاتب؟ لا يعني لا يعني حاجة كده فؤاد المهندس؟ لا لا لا، كان محمد بيقال إن هو كان عايز يمثل. أيوه. محمد ابني. كويس. وبطأ وما مثلش ليه؟ ما مثلش ليه؟ لا مثل. مثل؟ مثل في إيه بقى؟ وقلع اللبس. ونعل ابو اللبس كمان. ليه؟ هو مثل دور ايه؟ مثل دور كنت انا عامل روايه اسمها ليه ليه كمان اللي هي الروايه اللي السياسيه اللي حضرتك قلت عليها. كان هو واخد دور وزير الزراعه. حلو. كان واخد دور بدل واحد. اما الواحد ده غاب. وقال لي هغيب يوم الخميس الجاي. كويس. علشان عندي ظرف ما اعرفش ايه حاجه كده يعني. فقلت لمحمد، قلت له يا محمد ممكن عايز تمثل؟ قال لي يا ريت يا بابي يا ريت. كمان حابب يعني. قلت له طيب اعمل حسابك على يوم الخميس الجاي. هتلبس لبس وزير الزراعه. حلو. قال لي حاضر خلاص. قلت مدير المسرح بقى حفظوا الدور ميه. كويس. قال لي حاضر. حفظ الدور ميه. حفظ الدور مره. وجه يوم الخميس لقيت الكواليس. أمة لا إله إلا الله. إيه؟ من أصحابه. جايين يشوفوا البطل بتاعهم. كويس. ودخل على المسرح. حلو. زقوه على المسرح لانه ما كانش عايز يخش. زقوه دخلوه. كويس. فدخل على المسرح لقى ايه؟ ايه بقى؟ لقى 15,000 عين بصاله. الجمهور كله بقى؟ الجمهور كله باصص له. وهو ما كانش عايز حد يبص له طبعا. لا ما كانش عايز حد يبص له. ما كانش متصور ده. قلت له ايه؟ ما تقولش عايز تقول ايه؟ ما نطقش. قلت دور. رحت انا قايل بقى ايه؟ هو كان قصده يقول كذا كذا كذا. اقوم انا ارد عليه اقول له كذا كذا. يقوم يرد عليا كذا كذا كذا. مش ده اللي انت عايزه؟ السلام عليك. قال لي ايوه 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 يا بابي هو ده. قلت له ما فيش بابي هنا. ايوه يا بابي. بس المسرحيه عائليه. طيب سلام. اتفضل انت بقى. اتفضل يا وزير الزراعه. اتفضل. بالسلامه. خرج وقلع اللبس وقال انا انا امثل؟ ابدا. تتقطع رقبتي لو مثلت بعد كده. كمان يا نهار. وهو بقى اللبس كان قديم ولا ايه؟ كان وقتها لبس يعني لوزير الزراعه؟ اصل وزير الزراعه بتاعنا بيلبس دلوقتي عادي. كنا لابسين لبس قديم تقريبا يعني. اللي هو السنين قبل كده يعني. فهو لبس بقى الدولاب اللي احنا بنلبسه ده في التاريخ. هي دي المره يعني. هي دي المره الوحيده. بعد كده بقى ناقد كبير يعني. ما شاء الله. طب انا بس كان الاستاذ حسام عبد الهادي سالك سؤال على كلمتين وبس. قال لك ايه اهم قضيه فجرتها في كلمتين وبس؟ وايه اعتقد اصعب الأستاذ أو عبد الهادي احلى كلمه اتقالت لك؟ الاستاذ عبد الهادي اسمه؟ استاذ حسام عبد الهادي. الاستاذ حسام جلة رزا اليوسف. معلوماته يعني ما هياش كامله.
لان انا بطلت كلمتين وبس. اوكي، هو بيسال حضرتك على البرنامج، تتذكر ايه اكتر حلقه فجرت قضيه من خلال كلمتين وبس؟ يا حبيبتي انا مش فاكر. حضرتك مش فاكر؟ مش فاكر كلمتين وبس. مش فاكر. انا كل يوم في كلمتين وبس. اقول مشكله. كان اعداد حضرتك؟ نعم. اعدادك؟ لا، اعداد الاستاذ احمد بهجت. استاذ بهجت. الاقي النهارده مشكله، الاقيها بكره هي المشكله، الاقيها بكره بعد هي المشكله، او يعني متحرفه شويه يمين ولا شمال وبتاع، وبعدين اقول في الاخر مش كده ولا ايه؟ خلاص زهقت. زهقت. طب انا عايزه اقول يا استاذ فؤاد ان هذا البرنامج بالتحديد يعني اسمع انه عمل ضجه وغير حاجات كتير، وكان في قوانين بتتغير ويتبص فيها بعد كلمتين وبس، وفي وزراء لفت نظرهم لحاجات فابتدوا يظبطوا في حاجات في وزاراتهم من خلال كلمتين وبس بتاعت الصبح البسيطه اللي احنا سامعينها دي. لا ما حصلش. لا ما حصلش. ده حضرتك متواضع قوي يا استاذ فؤاد. لا ما حصلش. انت متواضع. لا لا والله مش متواضع ولا حاجه، وصادق. بس ما حصلش ده. وصادق كمان، انا احيي فيك هذا الصدق. زهقت، زهقوني فيه بس. مش عامله. لا يعني انا عايزه اقول يعني الصدق والصراحه المطلقه اللي في حضرتك دي انا بتعجبني قوي، وياما ناس عملوا اعمال بسيطه وقالوا عنها حاجات كبيره جدا، وياما ناس يعني يعني ما لهمش الحجم يقولوا اللي يقولوه، انما انا لا. ده تاريخك السينمائي يا استاذ فؤاد نفسه، انت بتواضع شديد جدا بتقول انا ما بحبش تاريخ السينمائي وانا ما عملتش حاجه في السينما. ايوه حضرتك بتقول كده. ايوه صح صح. معقول ده في ناس ما عملوش ربع تاريخك وبيتكلموا على انهم ابطال وانهم غزاة؟ يعني هم غزاة السينما. كل واحد حر في نفسه وحر في طريقته. ما احنا عايزين نتعلم منك يا استاذ فؤاد الحاجات الجميله بتاعتك دي. انا بشوف ان السينما علمني. مش بتاعتي. مش بتاعتي. انا بتاعي. أيوة. المسرح. المسرح بس، انما السينما لا. لا كنت اشتغل المسرح واخد فلوس اصرفها على السينما. العكس، قصدي حضرتك تاخد تشتغل السينما. متاسف، اخد فلوس السينما. تشتغل السينما تصرفها حضرتك. اصرفها على المسرح. الحقيقه الفنان الحقيقي مش مهم الماده قوي بالنسبه له. يعني لا مش مهم. يعني بتبقى مجرد وسيله لانه يقدم عمل جيد ومحترم، يحترم عقل الناس ويحترم نفسه فيه، صح؟ طبعا. يعني ولذلك لو تعرفي حضرتك. نعم. الفلوس اللي خدتها مثلا في ملحمه انا وهو وهي. ايوه. تفتكري من اول. ملحمه فعلا. ملحمه فعلا. يعني دي اسطوره. اسطوره حقيقي. يعني من يوم ما بدانا بروفات لغايه ما قلنا ستوب انا وهو وهي. اخذت 324 جنيه. 300؟ ايوه. 24 جنيه. ده ايه اللغز؟ وكذلك شويكار زيهم. لغز. ده لغز. طب ازاي يا استاذ فؤاد فهمني كده؟ عشان ما كناش نحب الفلوس. كنا بنحب الفن. بس. الفن. بس في ايراد كبير ودخل كبير كان في الشباك على طول. معلش كنا بناخد منه ده. فاكس من واحدة اسمها سوما بالفاء من أمريكا أتلانتيك سيتي، بتقول الفنان صفاء أبو سعود بودي أن أحييكي كثيرا على حلقتي نيلي والفنانة ماجدة الخطيب، لقد استمتعنا كثيرا بحوار حضرتك، شكرا جزيلا، وكم المفاجآت الموجودة بالحلقات. شكرا. نحن سعداء للغاية بوجود الأستاذ فؤاد المهندس بساعة صفا، ونحن نسعد بمشاهدة أعماله سواء المسرحية أو السينمائية هنا في أمريكا، ولكن لي سؤالين أرجو أن يتسع صدره للإجابة عليهم. هل حقا غضب الفنان فؤاد المهندس من الصحافة المصرية حينما ذكروا في المانشيتات
أن التلميذة تفوقت على أستاذها؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، هل أدى ذلك إلى بدء المشاكل بينهما؟ ولماذا لم تسجل مسرحية هالو دولي تلفزيونيا؟ الأستاذ الفاضل فؤاد المهندس، نحن نعشقك ونود مشاهدة المزيد لأعمالك، ومتى ستزور أمريكا؟ سوما أتلانتيك سيتي. إيه السؤال الأول؟ السؤال الأولاني حضرتك غضبت من الصحافة لما كتبوا أن التلميذة تفوقت على الأستاذ. هي مين التلميذة دي اللي تفوقت على الأستاذ؟ مين هي دي؟ شويكار ساعتك كانت تلميذة؟ لا يعني تلمستك يا أستاذ فؤاد طبعا. ولا تفوقت مع بعض الصحف ساعات كانت بتشتغل معاي. كانت البطلة بتاعتي. كويس. بس ما ولا تفوقت ولا حاجة. ولا هباب ولا حاجة ولا محتاجة أبدا. ايوه. بس. يعني لو كان. كنا بنشتغل سوا. بنشتغل سوا. فدي ما تضايقكش. طب ليه حضرتك ما سجلتش هالو دولي وهي بتقول يظهر انها متابعة لحضرتك وكانت بتتفرج على المسرحيات كلها؟ كنا زعلانين من التلفزيون. كنت زعلان من التلفزيون. ايوه. طب كان ايه سبب زعل حضرتك من التلفزيون؟ مع ان التلفزيون مفيش يوم بيتهيألي يفوت من غير ما يذيعوا لك جزء من مسرحياتك ومن اعمالك. بيذيعوا. انما ما سجلوش هالو دولي. هالو دولي. هم اللي ما سجلوهاش. هم ما سجلوهاش. كنا اياميها زعلانين مع التلفزيون. بس مش عارف ايه السبب يعني. مش فاكر مشكله يعني. يمكن علشان حاجه ماديه، حاجه بتاع يعني، حاجه كده. انا بذكر لفؤاد اول ما عرفت بيه لما كان بيدينا هوايات في الجامعه، جامعه القاهره، وانا كنت مطرب الجامعه. ثم تقابلنا مره اخرى لما الاستاذ عبد الوهاب راح للاستاذ فؤاد المهندس وقال له عايزينك تعمل لنا ماي فير ليدي، سيد الجميله، بالموسيقى المصريه. فقال لهم ما اكذبش عليكم، اللي يعمل لكم ده ولد جديد اسمه حلم بكر. وفوجئت بفؤاد المهندس، بنتقابل، بقول لي هو انت؟ قلت له قال لي يا ابني الايه وايه. وحسيت ان العشره ما تقطعتش من ايام التلمذه لدخول عالم الاحتراف. ثم بدانا نتناقش في كيف تظهر سيدي الجميله بلغه مصريه بحته، سواء نصا، كتابه اغاني، لحنا. المخرجين الاوائل كمال ياسين اصر على ان انا اشرف على تركيب الكلام المصري على لحن العالمي. رفضت، قلت له انا بنسحب وانا جديد لسه، المفروض افرح. فباتت ليلة وتاني يوم قال لي فؤاد المهندس انا بوافق على اللي انت قلته، والمخرج انسحب، انما انا مصر على اللي انت قلته هننفذه. جه الاستاذ سيد بدير المخرج العظيم اصر برضه على ان تبقى بالموسيقى العالمية. فمن نفس فؤاد المهندس قال له لا، كلام اللي قاله حلم بكر انا ما زلت معاه في صفه، لازم تبقى مدام النص جيد وجديد والكلمات جيدة وجديدة يبقى لازم يكون اللحن مصر المعبر، سواء كانت موسيقى تصويرية او تلحين الاغاني. وحصل، دخل فؤاد المهندس وبدأ يخرج الفصل الأول في سيد الجميلة. من الإرهاق بقينا أولا نطلع اسكندرية ونرجع أروح على البيت عنده، نخلص يجيني على البيت عندي، ما بينامش. فجي بهجة قمر الله يرحمه قال لابد من مخرج، لأن لا يمكن فؤاد هيدير الدفة كممثل ويدير الدفة كمخرج. فروحنا بالسر رحنا جبنا حسن عبد السلام من المقطم بروب تشامبر، وجبناه وقعد وطلعنا لفؤاد قلنا له ده المخرج اللي هيخرج سيد الجميله. ففؤاد المهندس بلغته الجميله وحسه العالي قال انا موافق، مع ان فؤاد المهندس يملك عدم الموافقه. وظهرت سيدة الجميله الى حيز الوجود، فاعتبرت فؤاد المهندس اول صاحب فكره الميوزيكال شو الحديث لتاريخ مصر. وانا بقول لتاريخ مصر لان سيدة الجميله هي البدايه الحقيقيه اللي يجب على كل من عمل بيه انه ياخد جايزه دوليه، جايزه من الدوله على خروج سيد جميله اللي هي تحمل ملامح المسرح المصري الغنائي الحديث. قول له يا استاذ فؤاد انت بتملك كل ادواتك. انت مقل. صحيح هتقول الشكل المحيط لا يسمح بالاكسار. طب ما اللي حواليك بيكسروا من اللي غير المسموح بيه. لماذا لا تتواجد على الأقل كل سنتين عمل مسرحي؟ تا
تملك كل شيء، وانا اعرف ان انت بتبعد بعيد لانك في كتير اشياء مش عاجباك وانت مش هتقول، وحتى لو انكرت دلوقتي هقول لك لا انا عارف ان في اشياء مش عاجباك في المجال الفني. وبعد ما كان كل نجم بيطلع بيمثل علامة، اصبح كل نجم بيطلع بياخد علامة من اللي موجود، فهل كلامي ده مظبوط ولا غير مظبوط؟ كلام كبير قوي قوي قوي، بس ذكريات كلام جميلة. كبير بس حلو خالص. بس تمام اللي بيقوله ده تمام، حصل حصل طبعا بالطريقة دي طبعا. كانت بتربطك بعلاقة عائلية او شبه عائلية، لانه كان عديلك اعتقد. كان عديلي طبعا. فاكر الايام دي كويس؟ فاكرها طبعا. ايه اكتر ذكرى فاكرها يعني مع الاستاذ حلمي بكر يعني، ولا ما كنتوش تلتقوا ابدا ولا ايه؟ لا ما كناش نلتقي الا في الشغل بس كانش عندك وقت؟ لا 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 لا، الوقت كله متاخد للمسرحية للشغل يعني. انتوا كنتوا يعني كان عديلك وقت المسرحيه دي بس، وبعد كده حكايه اتلخبطت ولا ايه؟ ولا استمر؟ مش مني انا، ما انا عارفه انه مش منك. منهم هم. ماليش دعوه. بس يعني كان العلاقه اثناء الشغل. العلاقه الكبيره كانت اثناء الشغل. الفنان ما بيلزموش كده اجتماعيات علاقات يعني؟ ايه تضحك ليه؟ كان زمان قوي يعني. زمان كنت بتعيش الشكل ده من الحياة؟ انت ما عندكش وقت خالص يعني. الى حد ما كتير رهبنة في الشغل طول النهار في محراب الفن والشغل. كان بيسعدني قوي. كان ده اللي يسعدك؟ حقيقي يعني اكتر من اي شيء كان يساعدك؟ لا طبعا. شغل شغل شغل. الشهرة ليها ضريبة يا استاذ فؤاد؟ طبعا. ما هي ضريبة الشهرة؟ ضريبة الشهرة انت دفعت ايه؟ خدت منك ايه الشهرة؟ الشهرة خدت حياتي، وخدت ملامحي، وخدت فؤاد المهندس نفسه. ازاي؟ خدته بقى في الشهرة. بقى في الشهرة؟ ما بقاش فؤاد المهندس العادي. لا مفيش عادي. في فؤاد المهندس بتاع الشهرة. ايوه. طب ما دي ليها متعتها وليها بريقها وليها كويس خلاص. هو ليها كده. هنقول كده. لما انا عايز افهم، لان حضرتك كل كلمة دلوقتي الناس بتتفرج عليك والاجيال اللي طالعة بتوازن حياتها من خلالك، ازاي خدت حياة فؤاد المهندس الشهرة؟ لان اشتهرت قوي. ايوه بالاعمال بتاعتي. اشتهرت قوي قوي. طب استمتعت بشهرتك ولا كان في جانب يعني بينغص عليك حياتك او بيضايقك؟ لا ما ينغصش عليا حياتي، ما فيش حاجه تنغص عليا حياتي. الحمد لله رب العالمين، نشكر ربنا ابدا. الحمد لله ابدا ابدا. اللي بينغص عليا حياتي سقوط ابني في المدرسه، عدم سماعه الكلام، الحاجات دي بس. انما غير كده لا مفيش ابدا. الحمد لله ابدا. الحمد لله الحمد لله. انت دربت نفسك على ده يا استاذ فؤاد؟ ايه ولا دي طبيعه؟ دربت نفسك بالتدريب انك مفيش حاجه تنغص حياتك بالقوه اللي انت بتقولها دي، ولا دي طبيعه فؤاد المهندس؟ لا دي طبيعتي. ما شاء الله. ما شاء الله دي طبيعتي. مع ان مشاعرك قمه الرقه وقمه العمق، ازاي عندك هذه المقدره للفصل في ثواني كده؟ عندي التزامات. التزامات لده والتزامات لده. الله، تعبير جميل قوي. التزامات. التزاماتك تمنعك من انك تعيش انسانيتك العاديه ومشاعرك الطبيعيه؟ لا مشاعري الطبيعيه يعني انا ما بنفعلش بحاجه. واخده بالك؟ ده بيقولوا ان حضرتك بتنفعل جدا طول الوقت. انفعل في الحاجه اللي مانيش عجباني. انما انفعل كده عمال على بطال لا مش ممكن. طب ايه اللي ما بيعجبكش ممكن يخليك تنفعل؟ اي حاجه مش غلط ما تعجبنيش. زي ايه؟ لا زي ايه ده حاجات كتير قوي 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 قوي. طب في حاجه زعلتك مني انا؟ ايه؟ في حاجه زعلتك مني انا؟ لا منك انت يا فشر. والله هو حد يقدر يزعل منك؟
الشيف بيقول ايه. حضرتك ما شاء الله عليك كل ارائك وتصريحاتك يعني بتتسق مع الكلام المكتوب. يعني شوف من سنين طويله في الارشيف مكتوب ايه. لست استاذ لشويكار. ايه التواضع ده وايه الجمال بتاعك ده. بيقول اولا حضرتك تحليلك ايه المنشط ده. ايه ايه تحليل حضرتك للمنشط؟ انا لست استاذا لشويكار. ايوه ولا فضل لي عليها. اذا كانت طول الوقت هي بتقول ان حضرتك استاذه ومع ذلك حضرتك تقول انا مش استاذه ولا استاذه ولا حاجه. هي فنانه. فنانه وبتشتغل كويس. بس اتعلمت منك يا استاذ. اتعلمت مني. ايوه وده عيب مش عيب. ده ميزه. ليك مين بتعتز بيه كتلميذ ليك او اتعلم منك وتعتز بيه ومعروف انه تلميذك؟ يعني شويكار تلميذتي. وعادل امام تلميذي. طبعا تلميذي انا بسميه التلميذي البكر. كمان. و هل كنت متنبئ له بده يا استاذ فؤاد لما انت شفته؟ كنت متنبئ له اول يوم اشتغل. ازاي بقى اول يوم اشتغل؟ كان بيشتغل معايا في انا وهو وهي. كان عامل دسوق افندي. انا فاكره. دسوق افندي. وكانت ملامح ال 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 يعني خفة الظل انه يبقى ستار. موجودة باينة. باينة بدري قوي كده. لا تمام. ما هو بيبان اصله بيبان. وقلت له حضرتك الكلام ده ساعتها ولا شجعته وقلت له؟ لا ما قلتش كويس. وقت بعديها. اشتغل معايا بقى فانا وهو وهي وبعدين حالة حب وبعدين يعني اشتغل معايا شوية حاجات كده. وبعدين لقيته بقى عادل امام. فؤاد المهندس هل نجح بدون شويكار؟ المنشط بيقول كده. ممكن حضرتك تجاوبني؟ طب انا اقول ايه يعني؟ عايزين اجابة. لا هو نصي اتقسم. بقيت نص بس. هي نص. وانا نص. الله الله. طب وشكل النجاح كان عامل ازاي وانتوا بعاد يعني كل شخص؟ لا كان نجاح نجاح. ده انا حلمت مره انا وشويكار واقفين على قمه الهرم الاكبر. وبنرقص. يا سلام. ده كان قبل انا وهو وهي على طول بشهر مثلا او شهر ونص. حكيت لها الحلم ده بقى ساعتها؟ امال. في وقتها. في وقتها قلت لها انا متنبئ. للشغل اللي جاي هيبقى كذا 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 لاني انا حلمت بكذا كذا كذا يا شويكار. وده معناه ربنا يحقق حلمك. وحققه. الحقيقه. هل حضرتك تتذكر اول ليله وقفت فيها على خشبه المسرح؟ اول ايه؟ اول ليله وقفت فيها على المسرح بدون شويكار. سك على بناتك. كان معايا شويكار. يعني الله يمسيها بالخير شريهان. ربنا يشفيها ان شاء الله. وسناء يونس. ايوه. وواحده ثانيه كمان بس مش فاكر اسمها. اجلال زكي. ايه اجلال زكي. صح. صح انا متاسف معلش. بس اشتغلنا. ما كانش فيها شويكار. ما كانش فيها. كان في شويكار بقى. خلال التليفون برضه. انا فاكر اتفرجت هي على العرض. امال قالت لك ايه يا استاذ فؤاد؟ قالت لي ما حصلتش. الله. عرض ما حصلش. ايه العلاقة الجميلة الرائعة دي يا استاذ فؤاد؟ ده انتوا لازم تكتبوا الحاجات دي. لا صراحة عشان الاجيال تتعلم. يعني صراحة يعني لازم الانسان يكون صريح خصوصا مع الفن. مع الفن دي حكاية. يعني مفيش ملوش واسطة. مفيش واسطة للفن. وسطتي ان انا اكون فنان موهوب. صحيح. غير كده لا مفيش. صح. طب ايه رايك بقى ان في ارشيفك بقى المنشيت بيقول ايه؟
شويكار الوحيدة التي تفهمني على المسرح. اه صح صح، يعني كل اللي وقفوا جنبك ما قدروش يفهموا. مين هم اللي وقفوا جنبي؟ سناء يونس. لا لا يعني سناء يونس شوية كده. اه انما الملازماني اه واللي فاهمه رمش عيني اه شويكار. شويكار طبعا. بيقال ان حضرتك بتنام على سرير الخديوي. أيوة. ايه موضوع سرير الخديوي ده؟ ده السرير اللي بنام عليه دلوقتي. اه واحنا عايزين اول حصلت عليه ازاي وايه حكايته يعني؟ ده جبناه من المزاد. اه خدناه من المزاد يعني. حضرتك غاوي حكايه المزادات والتحف والانتيك شويكار هي اللي غاوياه. شويكار؟ اه يعني هي اللي اشتريت لك سرير الخديوي؟ ايوه. الله، طب وانت حبيت السرير؟ جدا. ليه؟ لذيذ. ما اقدرش انام على حاجه الا هو. حضرتك بتحس وانت بتنايم عليه انه في حاجه مختلفه؟ كله مختلف. اولا باربع عمدان كويس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه مش مرتبه واحده. امال اربعه؟ اربع مراتب. اه ده حضرتك عايز سلم بقى عشان تطلع فوق. ما انا كان في سلمتين اطلع لهم. اطلعهم كويس. تطلع حضرتك سلمتين على بال ما تطلع المرتبه. على بال ما تطلع المرتبه. اه وبعدين سلمتين. كويس. واحد. آه. اثنين. آه. اطلع. اه وكان في موقف كان غريب قوي. ايه بقى اللي عمل لي اللي عمل النور وعمل الديكورات والحاجات دي؟ ما عملش نور جنب السرير. اه عمل عايز النور. سلم تنزل تاني النور يعني بره بعيد شويه. فكنت بنزل اكفي على وشي وانا نازل واكفي وانا طالع. سلامتك يا استاذ فؤاد. فقعدت يمكن خمس سنين اكفي وانا نازل واكفي وانا طالع. خمس سنين ده ولا خمس ساعات اجيب الراجل يحط لمبه. ما كنتش لاقي الراجل. مش لاقي. جه بعد كده بقى وعمل لي الزرارين عندي في جنب السرير اباجورتين. طب انا عايزه اعرف بقى يعني حضرتك يعني لفت نظرك قصه الخديوي اسماعيل لما عمل شارع الهرم وجت الامبراطوره اوجيني وقال للمهندس انه يعمل له حفر في الطريق علشان العربيه تميل وكده؟ لا ما اعرفش ده. لا ما تعرفوش. لا ما اعرفوش. يعني انت حبيت السرير من غير العربية بتاعت الخديوي؟ من غير العربية. اه من غير العربية. من غير عربية الخديوي. في منشط آخر بيقول نفسي في حد يدلعني. ما احنا يا استاذ فؤاد كلنا بندلعك وبنحبك وبنموت فيك. لا اه عايز ايه بقى؟ انا قصدي على الدلع. ياه الدلع. ياه. اه مش. أوه. اي دلع. لا 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 لا, لا. آه. طب ما نعمل اعلان كده في الحلقه يمكن تشوف حد يدلعك الدلع اللي في دماغك في مزاجك. مش هتلاقي برضه. مش هتلاقي. مش هتلاقي. هيلاقوني جد قوي. اه هيخافوا. يخافوا ده ايه؟ والله هيخافوا. ده انا يبقى الاقي حد بينام على سرير الخديوي وفؤاد المهندس مش اي حد تاني لا انا هقول لك حاجه مهمه قوي على السرير. اه طوله. اه زي عرضه. الله 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 الله. ده ملعب. اه ده. ولذلك لما اسافر في اي حته وانام على اي سرير. ما نامش. ما تتبسطش. ما اعرفش انام. ما هتلاقي الملعب ده فين؟ ده ما فيش الا بتاع الخديوي. ملعب حقيقي. ولما تسافر اكيد يعني هتبقى مش مبسوط انما ده السرير ده يبقى مشجع للمتقدمات. يا سلام. لدلعك. يا سلام. هو كان عامل حساب الجواري. عند دماغي. في صوره صوره كبيره كده. اه بالزيت وبالمعرفش الايه. لمين بقى؟
الصورة لملايكة. لملايكة ظنانين كده بيلعبوا مع بعض. الصورة دي عند دماغي. هم يسلوك برضو في السرير الكبير الواسع. لا ده بره السرير. بره السرير. في مانشيت تاني انا يعني محرجة اعرضه عليك. تزعل مني لو قلت لو قلته؟ لا قولي. ولو مش عاوزه يعني ما لا قولي. بيقول بألم الأستاذ محمد تبارك، ليلى بكى فيها فؤاد المهندس. مع دقات المسرح التقليدية وقبل رفع الستار بلحظات، وفي الوقت الذي كان فيه الفنان الكبير فؤاد المهندس يستعد للوقوف على خشبة المسرح، فوجئ بمن يقترب منه ويسلمه ورقة صغيرة، وبسرعة بالغة قرأ سطور الرسالة، ومع نهايتها أحس فؤاد المهندس بالأرض تدور حوله وتدور به. أكمل؟ كملي. أكمل؟ طيب، ولكن الكلمات ولأول مرة في حياته خرجت منه بصعوبة. اللي انت بتقوليه ده كتير قوي. كتير قوي 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 قوي. خلاص قفلت. خلاص. اول ازمات حياته كان ضياع مسرحه منه، اللي هو مسرح انا مش عارف اقول اسمه ولا ما اقولش، يعتبر اعلان، لا اللي هو مسرح الزمالك او مسرح القوات المسلحه اللي كان هو واخده شركه، هو والفنان الراحل محمد عوض، كل واحد وصلاح يسري، كل واحد بيعرض عليه موسم. دي البدايه للازمه النفسيه التي جاءت للاستاذ فؤاد المهندس، لانه احس انه رجل بلا بيت. ده من وجهة نظري. الحاجة التانية، وده كتبته في الفترة الأخيرة كتير قوي، يعني قلة الطلب عليه. ليه يعني؟ ليه المخرجين ناسينه؟ ليه لا يسند إليه أعمال؟ وليه يعني ده السيد بدير لغاية آخر يوم في عمره مثل على المسرح، ودخل على خشبة المسرح على كرسي متحرك، لو أنتوا فاكرين في إحدى العروض. الأستاذ فؤاد المهندس عنده طاقة، لأن شفته بيصور عم فؤاد في رمضان اللي فات، فنازل وبيشتغل وبحماس شاب. أن يتجاهل هذا النجم الكبير في المسرح والتلفزيون والسينما، ده قتل مع سبق الإصرار والترصد، أنا بسميه كده. الأستاذ فؤاد المهندس شفته هو سعيد جدا بنجاح محمود الجندي قدامه على خشبة المسرح، وهو كان في بداية حياته الفنية خالص. شفته وهو يشيد بمحسن محي الدين وهو معاه على المسرح. شفته وهو بيتكلم على أحمد راتب بنفسية الأب والأستاذ والمعلم. وده الشيء اللي مش موجود النهاردة. أي نجم كوميديا بيلاقي نجم كوميدي بيضحك جنبه بيقصله دوره أو بيشيله من المسرحية، ما فيهاش كلام. إذا كان مساحة الدور عنده كبيرة ومدياله فرصة إنه يضحك، لا لا الدور يتشال لا هو يمشي. ودي برضه أنا عارفها وشفتها بعيني. أستاذ فؤاد كان بيزود للجندي ولأحمد راتب ولسناء يونس كلام وإفيهات عشان يطلعوا على خشبة المسرح منورين جنبه. ولو لاحظت في التسجيلات أو التلفزيونية هتلاقي إن الأستاذ عينيه بتضحك ليهم وهم بيمثلوا، عينيه بتضحك مبسوطه سعيده ان تلميذه استاذ فؤاد المهندس اللي خرج لنا اجيال اجيال، بدايه من عادل امام لغايه شرهان، كل دول طلعوا من مدرسه فؤاد المهندس، ممثل ومؤلف ومخرج. شويكار العظيمه تاريخها الفني الحقيقي اتكتب بألم فؤاد المهندس على المسرح.
ده فؤاد المهندس. فؤاد المهندس القيمة الكبيرة جدا اللي معرفش ليه قاعد في البيت. الأستاذ يوسف خليفة مجلة الموعد. أيوة أيوة. ومجلة نورة أيضا. هو يعني بدأ حواره زي ما حضرتك شايف بيقول إنه كان هو شايف من وجهة نظره وكان كتب هو إنه أول أزمات ضايقت حضرتك لما المسرح أخذ منك. كان في مسرح حضرتك والأستاذ محمد عوض شركاء فيه وأخذ منك هذا المسرح. ما أخذش مني. أمال؟ وكنا بنشتغل أنا وعوض. أيوه. آه. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين فضلنا نشتغل لغاية ما المسرح اتقفل. هذه القصة كلها بتاعت المسرح يعني. واضح إن في سوء تفاهم في موضوع المسرح ده بالتحديد. خاصة مسرح الزمالك ده. لا 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 هو مسرح الزمالك ده. لأنه أكثر من فاكس وأكثر من سؤال جات حوالين القصة دي. لا. في حاجات استبعدناها لأن واضح إن مفهومة غلط. لا لا لا. صح؟ لا لا. جه عوض قال لي اشترك معاك في مسرح الزمالك. ايوه. قلت له ماشي. اه. فاشتغل معايا عوض. اه. هو يعمل روايه وانا اعمل روايه. حلو. بس. اه. طيب. في نقطه ثانيه طبعا جميله، نقط جميله بيقول ان هو يعني من حبه فيك عايزك تفضل تشتغل على طول وكده، وحتى بيقول ان في فنانين بيقعدوا لاخر لحظه يعملوا، فحتى استشهد بالاستاذ سيد بدير. نمره اثنين قال ان حضرتك كنت بتبقى سعيد جدا لما قدمت محمود الجندي. ايوه. وقلت انك بقيت سعيد بيه. قوي. قال يعني. قوي. وقال انه في فنانين يختصروا مساحه دور اي نجم قصادهم، وفي فنان اخر هو فؤاد المهندس يزيد من مساحه الفنان الناجح. يا سلام. اللامع زي ما بدا مع من اول عادل امام واحمد راتب وسناء يونس ومحمود الجندي، فهو بيشيد بالحته دي لحضرتك. والولد اللي اسمه محي الدين اسمه محسن محي الدين. محسن محي الدين. كل دول حبايبي. وبحبهم قوي ويجننوا. فاكسات حضرتك علمتوا من خلال برامج الهوى استضافتكم قريبا للنجم الكبير الأستاذ فؤاد المهندس الذي أكن له كل تقدير واحترام، ولكن لي عتب بسيط على الأستاذ، حيث أنني كنت قد اعتدت أن أشاهد جميع أعماله وأنا بصحبة زوجتي وأولادي، إلا أنني منذ فترة كانت إحدى القنوات الفضائية تعرض له فيلم خمسة باب، وكل ما أستطيع أن أقوله له لماذا يا أستاذ فؤاد لماذا خمسة باب. علي حسني المليجي، مصري مقيم بألمانيا. خمسة باب دور حلو قوي 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 قوي. دور يجنن. أنا ما بصيتش لبطولة. هو حاسس إن فيه يمكن مآخذ على هذا الفيلم؟ لا مفيش مآخذ على الفيلم. لا ده أصله إيرما لادوس. فانا اشتغلت دور اللي واقف على البار اسمه ايه البارمان. وبيغني. وبيغني. كان غنوة حلوة قوي قوي. حضرتك فاكر غنوة؟ يعني انا يعني لو حد قال لي بأولها يمكن افتكرها. بما انك ذكرت الاغنية، في أغنية جميلة جدا وأخذتها بعد كده مطربة كبيرة مشهورة بقت تغنيها في فيفا سلطة بالتحديد، أنت غنيت الأغنية دي، هل تتذكرها؟ كانت ألحان الأستاذ كمال الطويل. أمال إيه؟ طب ما نفسي أغنيها معاك. نفسي أنا أغنيها معاك وأسمعها منك. هي كانت غنوة مصر. هي أمي نيلها هو دمي شكلها في في سماري شكلها في ملامحي بس لوني قمحي ده من فضل مصر لون خيرك يا مصر. ايوه. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر. عشا جنب نيلها تسوى الف قصر قوي ولا ورده بلدي فيها ريحه مصر الله ولا
والجو مصر. الله. ولا 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 ده شيء ما لهش حصر. مصر. مصر. شيء ما لهش حصر. open invitation روحوا صوروا مصر. الله. وانتوا تعشقوها لما اقول يا مصر. الله الله. كانت حلوه قوي 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 قوي. مصر كمان بتعشقك يا استاذ فؤاد. خدتها اسمها ايه؟ عفاف. عفاف راضي. عفاف راضي. شوف بقى عشقنا لفؤاد المهندس، ونشوف عشق يعني نجم سينمائي شاب هيقول ايه لفؤاد المهندس. اتفضل. استاذ فؤاد مساء الخير، وكويس ان انا لقيت فرصه من خلال ساعه صفا ان انا اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، واحنا بنحبك جدا وبنحترمك جدا، ويا رب نوصل بس الربع اللي وصلتوا له في الجيل العظيم بتاعك. كل سنه وانت طيب. وكان ليا سؤال واحد بس يا استاذ فؤاد، حضرتك اشتغلت مع الفنانه العظيمه طبعا شويكار على المسرح، مسرحيات كبيره جدا وسيده الجميله وغيرها كثير، واشتغلت حضرتك مع نجمات اخرى، ايه الفرق اللي حضرتك لمسته على المسرح او حسيته مع الفنانه العظيمه شويكار ومع النجمات الاخريات؟ كل سنه وانت طيب يا استاذ فؤاد. طبعا نجمنا كريم عبد العزيز ابن مخرج الكبير واستاذي في المعهد على فكره، استاذ محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز ده انا اكن له كل احترام وتقدير. حضرتك اشتغلت معاه؟ اشتغلت معاه طبعا. راجل عظيم حقيقي. يعني بيقول لي فطين لما كان عنده قده كان كده. فطين عبد الوهاب. ايوه. ولذلك هو كان في هو يعني عنده سيمات فطين عبد الوهاب. وعنده الاحساس بالكوميديا كمان في افلامه. هايل. هايل. وبيضحك كتير. وده دليل على انه دمه خفيف. ابنه بقى كريم. السؤال اللي بيقوله كريم بقى سؤال غريب، كان لازم تجاوبه على نفسك. ليه؟ يعني شويكار اولا مراتي وحبيبتي والبطله بتاعتي وكل المعاني دي. وبعدين انا اللي مديها الادوار دي في الروايات اللي هي عملتها. ايوه. خصوصا في سيده الجميله. انما الباقي دول بيشتغلوا معايا ويمشوا. بيشتغلوا ويمشوا، انما دي بتشتغل وما تمشيش تقعد. وتبقى في البيت يعني في الفن وفي الحياه. طبعا طبعا. طب لما حضرتك وقفت قصاد الاخرين حسيت بفرق كبير صح؟ فرق سما وارض. سما أمال. وارض. طبعا. سؤال شويكار دي حاجه تانية خالص. حقيقي. صحيح. واحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك ونسعد بيك، وكنتوا مع بعض جدا، ونتمنى ان يبقى في عمل اخر ليكوا مع بعض. لو في حاجه كويسه يا ريت. دعوه من الاي ار تي. احنا ياريت. طبعا ان نشوف فؤاد المهندس الفنان القدير مع فنانه جميله زي شويكار، وخاصه الفنان لما بيبقى قصاده شخصيه هو يحبها بيبدع. ان شاء الله. نعمل بقى تختاروا باذن الله يا اما فوازير يا اما مسلسل يا اما اي حاجه. اي حاجه. خلاص. ليا ولها. خلاص. وانا تحت امرها. امال ايه؟ شوف تحت امرها. طيب. معانا نجمه فنانه على شاشتنا، هتشوف هتقول ايه لفؤاد المهندس. بعد اذن حضرتك حبيبي الاستاذ فؤاد المهندس، مش هسألك سؤال هكون عارفة إجابته، اللي إمتى هنقابلك مرة تانية وهتسعدنا سواء بعمل تلفزيوني أو عمل سينمائي، وبلاش نقول عمل مسرحي
لان احنا في زمن قل فيه المسرح اللي انت بتتمناه، ما بقاش موجود. لكن عايز اسالك سؤال كمان جوه السؤال ده، كان احساسك ايه لما بداوا يكتبوا عن مشاكل شخصيه في حياه الاستاذ فؤاد المهندس؟ على فكره انا تعرضت زيك لحاجات كده كتير، اعتقد انه احساس مؤسف، لكن حب الجمهور ليك بيخلينا ما نفتكرش حاجه من الكلام ده كله، ما نفتكرش غير اعمالك الخالده اللي احنا بنستمتع بيها سواء كانت في السينما او التلفزيون او المسرح. ربنا يديك الصحه. بتقول لك ان هي يعني جات لها فتره تعاني من الصحافه، وان هم بقوا يضايقوها ويكتبوا عنها حاجات بتضايقها. بتقول لك في وقت انت ابتدوا يكتبوا عنك حاجات في ازمه يعني، فبتقول لك كنت تعمل ايه؟ احساسك ايه؟ لان هي عانت هذه المعاناه. ما كنتش اسال فيهم يعني. عبد الوهاب قال لي جمله جميله جدا. ايوه. قال لي لازم يكتبوا عنك الوحش والحلو. حطهم فوق بعض الجرايد وقف فوقهم هتلاقي نفسك عليت. قال لي الكلام ده. وانا بصدق الكلام اللي بيقوله الاستاذ عبد الوهاب الله يرحمه. كان صديق ليك الاستاذ عبد الوهاب؟ قوي. كان صديقك؟ قوي. تلتقوا كل قد ايه يا استاذ فؤاد؟ كل يومين ثلاثة. ياه. سمعت حديث من زمان في الإذاعة ليك، قالوا لك ايه الشريط اللي تاخده وانت مسافر لو كنت طالع المريخ؟ اما قالوا انه في ناس هتطلع في المريخ في الصاروخ، قلت تاخد كتاب، مش فاكره كان كتاب ايه، ولكن اتذكر قلت شريط كاسيت اسمعه لمحمد عبد الوهاب. الكلام ده صحيح؟ وام كلثوم. بس حضرتك ساعتها قلت محمد عبد الوهاب. هل الشريط؟ انا بضيف محمد عبد الوهاب وام كلثوم. في اضافات كتير جديده على الكاسيت، ولا حضرتك لسه موقف الكاسيت عند الاستاذ محمد عبد الوهاب والسيده ام كلثوم؟ بس مش عايز تضيف ولا اسم لا لا لا, لا اضيف مين؟ انا مثلا. انت يا حبيبتي، ده انت عينيا. مثلا ممكن عبد الحليم حافظ؟ معلش، في الدرجه الثانيه. في الجيب الثاني بقى اللي هو انت بتنساه. طب وشاديه بنت الجيران؟ معلش يعني ما تسالينيش كتير في الحاجات دي. ايوه، لاني هجاوبك اجابات غريبه. ما احنا ده الحلو اللي فيك، ما احنا عايزين نعرف الغريب. لا يعني اولا انت مدرسه، ثانيا انت برج العذراء كما علمت. أيوة. وبرج العذراء ناقد شديد، ولكنه يعرف مظبوط الصح والاصول. صح؟ صح. فاحنا عايزين نسمع بقى من فؤاد مهندس. اما بسالك تسمعي ايه؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه اسمع الكاسيت اللي هيبقى موجود معاك اللي بعد. قلنا عبد الحليم في الجيب الثاني، الجيب المهم محمد عبد الوهاب وام كلثوم. شاديه بقى، شاديه وورده، هتاخد مين فيهم؟ شاديه ومين؟ ورده وفايزه. أخد شاديه ورده فايزه، تختار مين؟ فايزه. هتاخد فايزه؟ فايزه. فايزه ليه؟ علشان عضل ضخمة. عضل. صوت تمام. صوت تمام. وبعدين طب والشموع السوداء فاكرها ولا لا؟ اخد نجات. الا ده كل ده الجيب ده الدنيا هتبقى كتيرة خالص. ما انا بحشر في جيوبي كلها. يعني هتاخد نجات وتاخد فايزه عضل، وتاخد عبد الوهاب، وتاخد ام كلثوم، وعبد الحليم. ايوه. وشاديه قلتيها؟ او شاديه. طيب في ايه تاني؟ الجداد عندك حد ولا مالكش في الجداد دول؟ يعني الجداد برضو في ناس، في واحد بحبه قوي لما بيقول اقف وانت بتكلمني. وقف وانت بتتكلم. بهاء سلطان. بهاء سلطان. بهاء سلطان؟ ايوه. اصلها
غنوة غريبة. ايه الغريب اللي فيها؟ الغريبة انها كده. قوم اقف وانت بتكلمني. اقف وانت بتكلمني. اسمعني وانت بتكلمني. دي ماشية بقى منسجمة معاك ومع العسكرية. بتجنن. مع العسكرية بتاعتك. انت تحب الانضباط. انا بحبها قوي قوي الغنوة دي. الغنوة دي. وبعدين كمان اسمه ايه ده؟ اخصمك ايه؟ نانسي عجرم؟ يا سلام. يا سلام سلم اتكلم. طب وايه رايك في روبي؟ روبي ده ايه؟ روبي ما تعرفهاش؟ لا. اغنيتها المشهوره؟ لا والله. وهيفاء وهبي؟ ما اعرفش. اليسا؟ ما اعرفش يعني، سمعت الاسم ده كده. انما ما طب اشمعنى عرفت نانسي عجرم؟ نانسي عجرم لانها اجمل ست في الوجود. الله 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 الله. ده تع... انا بقول بقى تصريحات فيها شقاوه جامده قوي. زي بعضه. احسبي زي ما تحسبي. انما اجمل ست في الوجود. بس شوشو هتزعل. ايه شوشو هتزعل؟ تزعل شوكار. لا مش هتزعل من كلامي. مش هتزعل من كلامك. لا مش هتزعل. لا كده انت قلتها بجرأة جامدة فظيعة. نانسي عجرم يا سلام. ده كل حتة فيها قد كده. دي مراخرة قد كده. يعني خاتم سليمان والغصن غصن بان. مش ممكن. مش ممكن. عشان كده انت مبسوط. حقيقي يعني. طب مش فاكر لها. بيها. مش فاكر لها اغنية. ايه؟ اغنية من اغانيها مش فاكر. لا مش فاكر. والله انا مش مهم اغانيها. هي المهم. المهم مش مهم الاغاني بس. حلو او انا موافقه يعني. في واد كمان اسمه واد، مش واد ولا حاجه، ده باشا. اللي بيقول يا ليل. يا عين. لا يا ليل يا عين. السلام عليكم. حكيم. 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 انا بحبه قوي راخر. انا حاسه انك بتحب الكاركتير اللي بيغنوا باحساس درامي، يعني يضحكوا ويتخانقوا لا مش ضروري، بس يكون مدحت صالح. مدحت. انا بحبه. و محمد الحلو. محمد الحلو كمان بحبه. حجار. والحجار. حجار اللي بيقول اللي معاه البنات الكتير دي اللي يوقفوا على الجسيم. مين؟ راشد الماجد؟ ايه؟ راشد الماجد؟ لا 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 لا. اللي هو مشكلني؟ لا. مصري ولا جنسيتي؟ مصري. مصري. ايهاب توفيق؟ ايهاب توفيق. ايهاب توفيق. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايهاب توفيق حاجات كتير قوي. لا بيقول حاجه علقت معايا انا. حاجه بتعجبك. محمد فؤاد بتسمعه؟ مال يعجبك؟ ده عمل احلى غنوة. اللي هي اللي فيها صراحة وحب وصراحة الحب الحقيقي. الحب الحقيقي. اجمل غنوة. الله عليك. ونظيفة ومعقولة ولها معنى. استاذ فؤاد دي حاجة حلوة قوي. بحب اشوف الحاجات دي. يعني نقدر نقول ان الجيل الجديد بخير. بخير. الجيل الجديد بتاع الغنى. بخير طبعا. انما التمثيل مش بخير قوي. لا مش بخير خالص. مش بخير خالص. خالص. بعافيه شويه. بعافيه. بعافيه. طب نخلي عجرم تمثل. نانسي عجرم تمثل. يا ريت تقول بس. يا ريت. بس هي تقول. لا ده عرض خلاص، احنا عرضنا العرض دلوقتي واحنا هنبدا فيه ومن خلال الاي ار تي، بس مش عارفه اعمل ايه. مدام شوشو صاحبتي وحبيبتي. لا معلش مدام شوشو في دور ليها. هتسمح لي. هتسمح لك. خلاص شوشو بقى خلاص ماليش دعوه، حتت عجرمه صغيره كده تعدي يعني. عم فؤاد او استاذ فؤاد، انا حبي لي مش بس كفنان، يعني كلنا كل المجتمع العربي والعالم العربي والاسلامي يحبه جدا كفنان زي ما قلت كرمز، انما بقى كانسان هو انسان عظيم. هو اب. هو مش انا عمري ما حسيت في يوم من الايام ان انا يعني انا كان بيبقى معايا والدتي ووالدي، انما هو كان بيخاف عليا اكتر.
هو كان هو علمني كل حاجة كويسة أنا تعلمتها في حياتي. إذا كنت لحد دلوقتي عندي التزام أو أن أنا يعني عندي إحساس بالمسؤولية أو احترام أي شيء فهو منه. وكان حنين جدا 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 جدا، وكان هو اللي بيتابع يعني بالظبط أب، يشوف الدرجات ويشوف أنا كنت حتى أيام المسرحية كنت بطلع التالتة على المدرسة ويعني أو الأولى على فصلي، كنت شاطرة جدا. هو يعني اكتر حاجه فيه حلوه قوي انه حنين قوي، ومفيش حد اشتغل معايا لما حبه جدا، يعني لازم اللي بيشتغل معايا يحبه بدرجه الجنون، لدرجه ان انا اخر يوم في المسرح ده كان بالنسبه لي يمكن أسوأ يوم في حياتي، لاني انا ما تخيلتش ان انا مش هقدر اشوفه كل يوم، مش هقدر اقضي معاه يمكن احنا بقى في المسرح من 8 ل 2 يعني حوالي 6 ساعات، جزء كبير من وقتي ما كان من اوحش اللحظات اللي مرت عليا. زي ما قلت هو اب، هو انسان حنين قوي، هو انسان محترم قوي، هو انسان بيعلم، اب بس اب مش حازم، اب عارف الحنيه مع الحزم، يعني في السن ده فرقت معايا كتير قوي، وحاسه انها فرقت مع شخصيتي جدا. الثلاث سنين دول المرحله دي هي اللي بنيت لي شخصيتي اللي مكمله عليها لحد دلوقتي. ما انقطعتش صلتي قوي بعبو فؤاد غير يمكن اخر كام شهر اللي هو قبل ولادتي، انما انا كان نفسي اساله يا ترى لسه احساس الالم اللي جواه بان الناس مش كل الناس فاكراه او مش كل الناس بتسال عليه، لسه الاحساس ده موجود؟ اذا كان موجود انا عايزه اقوله ان انا بتواجه كل يوم مش اقل من 10 افراد بيقولوا لي ممكن نمرته عشان نكلمه عشان احنا بنحبه من الجماهير العاديه. فعايزه اقول له يعني هو سؤال وانا بجاوب في نفس الوقت، انك اوعى تحس الاحساس ده، لان كل الناس بتحبك حب مش طبيعي. واسمع رد. هلا حبيبتي. ها ده انا كل يوم اشوفها والله. امال ايه؟ وبتجيني البيت والله. امال هي ومامتها وباباها. حبيبتي قوي. بتسعد بوجودهم معاك يا استاذ فؤاد؟ ايه بتسعد بيهم يعني؟ طبعا. طبعا، لان هالة كمان دي يعني بتشكل عندي احساس بالايه الابوه، تحس انها بنتك. بنتي. بنتي تمام.